نعم. فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم، إذا توفي إنسان وكان أحد أسنانه من ذهب، هل يترك هذا السن أم يخلع؟ وإذا كان هذا الخلع يترتب عليه مضرة لبقية الأسنان، فما الحكم؟ وهل ورد نص في ذلك؟ نعم. أولا يجب أن نعلم أن سن الذهب لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه، فلا يجوز أن يركبه أحد للزينة، اللهم إلا النساء إذا جرت عادتهن بالتزين بتحلية الأسنان فلا بأس، أما الرجال فلا يجوز أبدا إلا لحاجة. ثانيا، إذا مات من عليه أسنان فإن كان يمكن خلع السن بدون مثله خلع، لأن دفنه مع الميت إضاعة مال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمثله بحيث تسقط بقية الأسنان فإنه يبقى يدفن معه. ثم إن كان الوارث بالغا عاقلا رشيدا وسمح بذلك ترك ولم يتعرض له، وإلا فقد قال العلماء إنه إذا ظن أن الميت بلي حفر القبر وأخذ السن، لأن بقاءه إضاعة مال. أما إذا كان الوارثون عقلاء مرشدين وسمحوا فهذا مالهم، لهم أن يسمحوا فيه ويبقى مع الميت ولا يحفر. نعم.